اسمعي، خلينا اليوم نروح لعند بيت اختك نسهر عنده، بركي عديلي بيتغير شوي. ماشي. لا تذكرني بحبك يا غنادي، لا تذكرني ماضيك الجميل، بس ذكرك باقي سر حياتي، مستحيل احب غيرك مستحيل. سمير سمير. نعم. لساته جوز اختك محمود ناوي يشتري طرزينة؟ ايه كان. قومي فوتي الكربالة اللي جوا وتعي لهون، خليني اصعد انا وياكي دقيقتين. قومي. انت عمري وانت بلا ذكرياتي، انت في قلبي ولا غيرك خليل. لك يا صبحيه. يلا يلا شوي شوي. انا جاهزه. مثل ما قلت لك، ها ما بدنا نبين انه رايحين لعندهم مشان نحكي معهم بالموضوع. ماشي. نحن ليش رايحين لعندهم؟ مجرد زياره عاديه. يا عيني عليكي محمود، بركي هن ما فتحوا الموضوع. ليش ابو سامر في على لسانه غير سيره الطرطيرات؟ بعدين شويه انبوز بيرتخى شوي وبيمشي الحال. تفضلي. ماشي. ام سامر ام سامر. ايه يلا تعال. قليك قول. شوفي، ما بتفتحي بتمك ولا بكلمة، ها لحتى هن يفتحوا الموضوع معنا. وبركي هن ما فتح الموضوع. لا عديلي محمود وانا بعرفه ناطف قلبه على طرطيرة، يعني اولتها واخرتها بده يشتري طرطيرة، وخاصة لما انا برش له انبوز دخيل البريق لاجلك. روحي روحي. مو عديلي محمود؟ ها لك. ايه وهي اختي معه كمان ليكون جاي لعنا. وقلت لي لانه رايحين لعنده. لك انا وين ما نكون رايحين؟ لعند ابو عبده. مكذب يعني؟ خلصي خلصي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير اختي. مساء النور اختي. تكونوا رايحين لعنا؟ لا والله يا عديل، رايحين نزور رفقاتنا، بس اذا جايين لعنا بنلغي زيارتنا. ها صدقني يا محمود، لو ما لنا واعدين ابو عبده كنا عزمناكم لعنا، بس مو حلوه مشان ابو عبده، ما هيك مسامه؟ مظبوط. وام عبده متكلفه كثير، ما بنقدر نعذبها. ايه ما بدنا ناخركم، تصبحوا على خير. وانتم من اهله. بس ما تاخذني ابو ودي، يعني اذا ما نزلوا الجمارك احنا ما بنستفاد شيء من العمليه كلها. شلون ما بنستفاد شيء؟ إذا نزل سعر الدولار للنص، مو كأنه نزلوا الجمارك للنص؟ لك يا الله ما أقشمك، يا الله ما أقشمك، لا تواخذني عديل، أنا عم بحكي بالموني. ها؟ ليش نحن شو دخلنا بأسعار الدولار؟ هاي الشغلة بتخص تجار السيارات. يا الله يا عديلي ما أقشمك وما العقلك، وبدك ما تواخذني، عم بحكي معك بالموني، يعني إذا نحن بدنا نشتري السيارة، منين بدنا نشتريها؟ مو من عند التجار. اللي بيسمعك بيقول رح تشتري ميني كاب او سوزوكي. لا يا زكي، بس لما الجديد بده يرخص القديم بده ينزل سعره معه. لا بيطلع ولا بينزل، السوق دائر، لا حدا عم يشتري ولا حدا عم يبيع. وانت شو عرفه؟ شلون شو عرفني؟ ليل نهار انا قاعد بسوق السياره. بالله شو هاد عم تسويني؟ شو عم يعمل يعني؟ عم يسأل عن اسعار الطرطيرات، صار له 5 سنين وهو متلهب ليشتري طرطيره، بس مصرياته ما بتكفي. مثل حكايتك بالضبط محمود، بقى خلصونا وفوتوا بالموضوع، بدكم تتشاركوا بحق الطرطيره لما لقى. قولوا يلا قبلانين ولا لا؟ انا قبلان. انا مو قبلان وبس، انا حاطط عيني على الطرطيره كمان.